صافرة وكرة هي كل ما يمتلكه هؤلاء الشباب من أبناء مدينة الحديدة. ما تبقى تفاصيل رحلة شاقة يركضون فيها بأقدام حافية، وإن بدا بعضهم بأحذية رياضية، بالطبع لن تكون أكثر من شيء إضافي وعادي. من يمارسون اللعبة على الإسفلت ليس أفضل حالا ممن يستخدمون الملاعب الترابية، وإن كانت أقل ضررا بالنسبة لهم، لكن من حقوق اللعبة ومتطلبات المتعة أن يستمر اللاعبون بالركض خلف الكرة في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف في ظل غياب الجهات المعنية وتعطيل دور الأندية الرياضية. من شروط متعة اللعبة الأكثر شهرة في العالم أن يتوفر الجمهور، فالمتعة بالنسبة لهم هنا هي جزء من واقعهم، فلا فرق أن يصطفوا في مدرجات أو يستمروا على هذه الهيئة. فرق الرياضية بالحديدة ومنها فرق الحواري تفتقر للملاعب الرياضية، مما تضطر الفرق للعب في الشوارع والحواري وطرق السيارات. في هذه المحافظة الساحلية لا يتوقف عشقهم لكرة القدم، كأن المهارات تولد مع أصحابها، فكانت الشوارع ملاذا لها كما يحدث الآن في الحديدة. ومع أن المدينة تتسع من حيث عدد السكان، لكن أحلام هذه الشريحة تضيق وتنعدم خياراتهم بإيجاد حتى مساحات مخصصة لممارسة الرياضة. فالواضح هو أنه لا رعاية سوى من الشغف باللعبة التي معها، وعلى هذه الساحات الصلبة والترابية يواجهون مخاطر عدة في سبيل ما تبقى من طموحاتهم البسيطة، لطالما يواصلون الركض أملا بتحقيقها.